السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه ديدو صمدي. هالنهار ان شاء الله نقدم واحد الموضوع اللي فريد من نوعه وما كاينش في اليوتيوب كاع، وهو في الحقيقه مساعده وهديه لكل مبتدئ يعني مربي ديال الارانب. هذا الموضوع هو الشرابات او الحلمات ديال الماء. كما كتشوفوا معايا انا داير واحد تيو هو هنايا، هاد الشرابات هما هادو كما كتشوفوا، انتما معايا لكم تمام. ملي كدير بحال هكا بهاد الحركه ان كيخرج الماء، ولكن هاد الحلمات هادو كاين اللي كي في شي بلاد صغيره يعني الدروغري ما كيجيبهمش، قلالين هما قلالين لي زاكسيسوار ديال الارانب، تربيه الارانب قلالين. كاين اللي ما يعني ما قدش على الثمن ديالهم، لان كل 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 جهه خص تكون فيها الحلمه ديالها الخاصه بها. انتم كما كتشوفوا تمام، لان هادو بوحدهم راه كيديروا 20 درهم الحبه. كاين اللي كيديروا 7 دراهم، كاين اللي كيديروا 10 دراهم، 12 درهم ونص، المهم كاين حتى 40 درهم. هاد الحبه هادي كدير 40 درهم. انا هاد النهار ان شاء الله نقدم لكم واحد الموضوع بسيط، يعني هادي ممكن انكم تصوبوها باليد ديالكم عاديه، انها بواحد الثمن رخيص، او في الحقيقه هي بالمجان. يعني الا قلنا راها في الحقيقه بالمجان. تابعوا معايا الفيديو وان شاء الله حتى الاخر وغادي تشوفوا النتيجه ان شاء الله. اذا كما كتشوفوا معايا هذه دراجه، دراجه ناريه عاديه للصغار او الكبار. سمو كيكون فيها واحد الفالف، هذا هو اللي منو كينفخوا النفس، ياك معروف هذا الفالف، حنا كنقولوا الفالف. هذا الفالف هذا الثمن ديالو كيدير 2 دراهم ونص في الجديد، يعني الا بغيتو تشريوه من عند الدروغري، يعني غادي داك الحوانت اللي كيبيعوا البياس ديال الطوموبيلات ديال عفوا يعني ديال الدراجات الناريه ولا الدراجات البخاريه، يعني كاين هاد الفالف هذا، او ممكن انكم تحصلوا عليه من عند السيكليس، لان كاين الشومبرير منين كيضيع، هاد الشومبرير كامل منين كيضيع يعني هاد الفالف هذا غير كيرميه، يعني السيكليس كيرميه. ممكن انكم تحصلوا عليه عاوتاني، هو الثمن ديالهم راه كيدير 2 دراهم ونص في الجديد، الا بغيتوه في الجديد 2 دراهم ونص. اذا تابعوا معي الطريقه كيفاش غادي نحاولوا ان هاد الفالف هذا غادي نحاولوا اننا نردوه حلمه او شرابه ديال في خاص في تربيه الارانب. اذا تابعوا معي الطريقه. اذا الطريقه هي كالتالي، تجيبوا قنينه عاديه، او ممكن انكم تخدموا ان شاء الله في حلقات جايه غادي نديروا نخدموا لكم حتى في التيو. حنا دابا غادي نجيبوا قنينه عاديه، قنينه كما بغات تكون، ماشي مشكل يعني الماركه ديالها ولا، المهم قنينه بلاستيك. ملي تشربوا من الماء ولا من المناضه احتفظوا بهذه القرعه خاويه. هاد الفالف هو هذا، الفالف هو ديال النفس، يعني راني خديته من شومبرير، هذا خديته من شومبرير، هانتوما قطعتو بهذه الطريقة. كاين اللي فيه كيكون فيكس هكا، وكاين واحد النوع آخر كيكون عنده ما كيكونش ملاصق مع الجلد هكا. المهم انتوما خذوا هاد النوع هذا، يعني واخا يكون فالف تالف، يعني هذا ملي كتكي هكا كيدخل النفس، وهكا ملي كتكمل النفس كيسدوا عليه بهذه الطريقة، صافي، يعني هذا النفس راه مشدود. ولاحظوا أن عنده هذا الرأس هذا ديالو راه من النحاس، يعني ما تخافوش من قضية أن الماء غادي يصدي في هذه الجهة ولا. انتم تابعوا معي الطريقه وغادي تشوفوا ان هذه غادي تولي شرابه ان شاء الله. اذا كما كتشوفوا ها هو الفالف ديالي هو هذا، وعندنا هاد البوشونه حاولت اني نثقبها من هنايا، والثقبه ممكن انكم ديروها غير بقطيب سخون او طورنوفيس، ديروه في النار تحميوه في النار وتثقبوا مثل هاد الثقبه هذه. هاد الثقبه هذه اسمو غادي نديروا فيها هاد الفالف، غادي نخشيو في هاد الثقبة هادي، يعني بهاد الطريقة، يعني هكا. واخا تكون ثقبة كبيرة ولا صغيرة، من غير ما تكونش واسعة بزاف وصافي. أنا جبتها تقريبا لأن عندي الشنيول ثقبت بها. هانتوما الجلدة كتبقى من هاد الجهة، والفالف كيجي خارج من هاد الجهة. إذا تسمو غادي نديرو، غادي نجيبو هاد واحد الكرو ديالو، كرو خاص به. ها هو غنحيدو من هاد الجهه، وغادي نديرو لكم في هاد الفالف.
سمو غادي نديرو غادي نزيرو عليه مزيان نتوما بهذه الطريقه. انا حاولت انني ندير لكم كل شيء، يعني ماشي ندير غير مجرد لقطات، ولكن كاين ما غاديش يفهم الطريقه، وانا غادي نقول لكم الطريقه باكملها نتوما، وغادي تحاولوا تزيروا عليه بواحد البانس. انا غادي نجيب البانس وغادي نزيرو مزيان باش ما يخرجش الماء. اذا كما كتشوفوا انا جبت البانس، بانس عادي كما بغى يكون، وغادي تحاولوا انكم تزيروا هذا الكرو هذا بهذه الطريقه نتوما كما كيبان لكم. غادي نزيروه نتوما هنايا باش منين يجي الماء من هذه الجهه ما يحاولش يتسرب لنا من هذه الجهه هنايا، خصو يبقى مفريني عند هاد الفالف اللي ركبناه. هانتوما خصكم تزيرو مزيان بهاد الطريقة، وهنايا شوف كيفاش بقات هاديك الجلدة. هانتوما إذا أنا غادي نلصقها دابا في القرعة في القنينة هكا. هانتوما لاحظوا معايا أنني سمو درت هانتوما بهاد الطريقة هكا صافي، وغادي نتزيرو بهاد الطريقة مزيان. بصح هاد المرحلة خصها تكون مزيرة مزيان هكا بحال هكا. انا دابا غادي نديرو التجربه، وباش النفس ما تبقاش مجموعه هنا الا عمرنا الماء كنحاولوا ديروا واحد الثقبه هنا، يعني الثقبه تجي هنايا. علاش؟ باش تنفس من هذه الجهه. غادي توليو تعمروا الماء هكا، تحط عليه صبعك هكا بهذه الطريقه، تعمروا الماء هكا، تعمر الماء هكا، وغادي تديروا يعني الماء غادي يبقى يخرج من هنايا. اذا تابعوا معي الطريقه وغادي تشوفوا كيفاش غادي تخدم ان شاء الله. اذا كما كتشوفوا معايا هنا دابا ركبته بهذه الطريقه هانتوما كما كتشوفوا، شوف هنايا هانتوما ها هي بهذه الطريقه. شوف راه ما كتسيل ما والو، ولكن بمجرد اذا كما كتشوفوا هاني شديت دابا يعني شديت على الماء انا نركب دابا الماء، راه فيها الماء. هانتوما لاحظوا معايا شنو غادي يوقع، هانتوما شفتوا بمجرد ان تلمس هاد الراس كيسقط الماء. هانتوما هكا دابا راه يعني ممكن ان الارنب خص هاد الراس يبقى محلول هكا، كون الارنب غادي يقيسها بلسانو هكا كتبقى تخرج الماء. هانتوما بهاد الطريقه انا غادي نجربو دابا عند الارنب نيشان ونشوفوه واش غادي يشرب منه. اذا كما كتشوفوا معايا هانتوما هاد الطريقه هانتوما غير كنحيد صبعي انها كتقطع. انا غادي نحاول نعطيها للارنب، واخا راهم شاربين الماء ولكن غنحاول نعطيهم باش نوريكم الطريقه. هانتوما تبعوا معايا يعني ممكن انكم تفيكسيوها في شي جهه، مثلا تفيكسيوها في هذه الجهه بحال هكا. انتما كتبقى مدليه عند 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 الارنب. انا غادي نحاول نعطيها لها نيشان. انتما لاحظوا انها راها كتشرب منها. انتما شفتوا انت هي قطعت بمجرد انها غادي توشي هي هذا الراس هكا هكا كتبقى تخرج. انتما هادو بحال ما يعني هي كتبان بسيطه ولكن راه في الحقيقه جد جد فعاله. انتما واش كيبان لكم الماء؟ انتما غادي راه حلقه حصريه ان شاء الله، وغادي تفيد بزاف 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 المربين ديال الارانب. انتما يعني بمجرد ان الارنب يقيس هذا الاخر كيبقى كيقطع الماء. هانتوما قطره واحده ما كتسيلش، هانتوما بمجرد انه يلامس هذا الاخر هذا الراس كيبقى يخرج الماء. هانتوما طريقه سهله وبسيطه للغايه. اذا هذه هي الطريقه، راني قلت لكم كيفاش الطريقه ديال الاستعمال. هانتوما قنينه عاديه هانتوما وفيها راس ديال فالف
فهمتوا فالف هو حنا كنسميوه فالف علاش لانه كيخرج الريح من هذه الجهه وكيبقى يسد من هذه الجهه وهذا الراس راه كيكون نحاسي ما تخافوا منه والو لان ما غادي يخرج لا نفس لا والو هذا الراس كيكون نحاسي دابا الطريقه وهنايا باش تنفس القرعه لاحظوا انني درت واحد الثقب هنايا ثقب صغير بواحد السلك ولا باش كتبقى تنفس القرعه اذا هذه هديه باغي نعطيها للمتابعين ديالي ان شاء الله يعني حلمة يعني مجانيه في الحقيقه هي مجانيه ممكن انكم تمشيو غير عند السيكليست تقولوا له عطينا بحال هذا الفالف هذا اللي كيكون في الشومبرير ممكن انه يعطيه لكم تقبوا البوشونه ولصقوا هنايا ومني غادي تقلبوا القرعه بحال هكا هكا صافي ممكن الارنب انه يلامس هذا الراس هذا غادي غير يلامسوه هكا وكيخرج الماء ما حدو الراس كيخرج لان هنا كيبقى يدخل ويخرج هانتوما راه يعني في الحقيقه مجربه الطريقه راه مجربه وهي راه غير ابتكار ديالي ماشي شي حاجه لان كنشوف الناس كيحصلوا بزاف في هذه القضيه ديال الحلامات ملي غادي نجيبوهم منين الشرابات ملي غادي نجيبوهم يعني كي 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 كنلاحظ ان الناس كيعطيو واحد الحيز كبير لهاد الشرابات هنا ممكن ديروا بحال الطاسات هكا هاد الطاسات اللي راني داير ولكن هاد الطاسات هادو المشكل ديالهم انهم الماء ديالهم كيتوسخ مع المده ثانيا كتبقى كل خطره كل واحد داير له طاسه ديالو بوحدو كما دايرين هنايا انا داير حتى الحلامات هما هما داك الشرابات راني دايرهم ولكن هادو راهم غاليين في الثمن حتى هما هكا نتوما هما بنفس هاد الراس اللي كيتمشى بنفس هاد الراس هذا ويمكن هذا انا جربت يعني ما كيقطرش كاع الماء بحال هاد الشرابات هادو بعض الخطرات كيقطروا الماء وكيبقاو ينزلوا على الكاج وكيتصدى الكاج اما بحال هاد الحلامات هادو اللي مصنوعين من هاد الفالف هذا ان شاء الله هاد الحلقه غادي تكون يعني مفيده للمشاهدين ديالي اذا الحلقه ديالي هي هذه كنظن انها نالت الاعجاب ديالكم كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم وساندونا بزر جيم يعني كنحاول يعني نقدم لكم شي حاجه اللي جديده يعني مبتكره مرحبا بالتعاليق الطيبه ديالكم تكيو على زر الجرس كيصغيكم جديد ديالي ان شاء الله والى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.